نحن دعينا فلبينا النداء، دعينا من قبل إخواننا وأخواتنا المعلمين والمعلمات حين طلب منا أن نتقدم للانتخابات الحرة النزيهة بإشراف قضائي بمراحله الثلاثة. كانت الجولة الأولى كما تذكرون 14/9/2011، اللجان النقابية، ودي عددها زي ما قلنا قبل كده 315 لجنة. ثم بعد ذلك 29 مارس 2012، انتباه انتخاب الفرعيات، وعددها كما تعلمون حضراتكم الممثلين لها الآن 53 فرعية في 31 الجملة 1643. وحضراتكم انتخبتونا كمجلس نقابة عامة والعدد 40. منذ هذا التاريخ ونحن نحمل الأمانة لهذه النقابة العتيدة العريقة السامية السامقة فوق الجميع بإذن الله. إن المعلمين هم بناة الحضارة، وليس هذا من قبيل التلاعب بالألفاظ أو العبارات، فنحن يحق لنا أن نفخر بأننا معلمون سائرون خلف الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. نحمل الأمانة ونربي ونكون الإنسان عموماً على اختلاف تخصصه ومهنته، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، إنما هي مهن لاكتساب الرزق، وجل ما قيل فيها في الفقه أنها فرض كفاية. أما التعليم فهو فرض عين نصا للقرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله. حتى الله سبحانه وتعالى لابد أن نعرفه بالعلم، ولا يكون العلم إلا بالمعلم. ثانيا، من الثابت تاريخيا على مر العصور والحضارات أن الذين أثروا العالم كله والحضارات في مشارق الأرض ومغاربها كان هم المعلمين. المعلمون حملت مشاعل النور. احنا بفضل الله في مصر بعد ما انشات النقابة كما قلت بالقرار 219 سنة 51 في عهد الدكتور طه حسين رحمه الله، اذا فنقابتنا تزيد على 60 عاما الان، ولم يتم فيها انتخابات حقيقية، لا نشكك في القديم على الاطلاق، ولكن أقصد حقيقية بإشراف قضائي كامل إلا في هذه المراحل الثلاث التي قلت عليها. وقلنا ولا زلنا نجدد القول: جزى الله كل من قدم خيرا للمعلمين. أكبر نقابة في الشرق الأوسط، مش في مصر بس، أكبر نقابة همها الأزلي الأبدي التعليم. وسمعنا وسنسمع أن التعليم قضية قوم أمن قومي، لا تتقدم البلاد إلا بالعلم. لم يخترع الصاروخ والطائرة والسفن والبوارج وغيرها إلا بعقول، وهذه العقول لا تأتي يعني من فراغ، ولكنها تأتي بمعلمين. المعلم هو الذي يكون هذه العلوم وهذه الاختراعات. وهؤلاء الذين يتحدثون عن الكمبيوتر، من الذي اخترع الكمبيوتر؟ الله صحيح سبحانه وتعالى قال: ويخلق ما لا تعلمون، لكن وعلم آدم الأسماء كلها. إذا كنا جادين ونحب هذا البلد الأصيل العريق، مصر التاريخ، مصر الحضارة، فلا بد أن يكون الاهتمام الأول بالمعلمين، لأنه لا تعليم بلا معلمين. نحمل أمانة 18 مليوناً
من طلاب مصر بنين وبنات، نحمل هم مستقبل الرجل الذي يخدم وطنه والفتاة التي تخدم وطنها. هذا الرجل الذي سيصبح زوجا مسؤولا يتربى أين؟ في أحضان وبأيدي المعلمين والمعلمات في مصر. تاريخ مصر مشرف وعريق. مصر قائدة أفريقيا، مصر قائدة العالم العربي كله، بل والعالم الإسلامي. ومصر قامت، وإذا قامت قادت، ولن تقعد بعد أن قامت بعد ثورة 25 يناير. لن تعود مصر إلى الوراء تحت أي ظرف. وأنتم أيها الحضور الكريم، أعضاء الجمعية العمومية، أنتم وحدكم دون غيركم أصحاب القرار الوحيد والأوحد في استمرار مجلس النقابة من عدمه. وأنتم أصحاب القضية، وأنتم الملاك الحقيقيين. جئتم بإرادة المعلمين والمعلمات في مصر. لم تهبطوا من السماء، أو لم تأتوا بطريق غير شرعي أو غير ديمقراطي، بل جئتم عبر صناديق بانتخابات حرة نزيهة. وأملنا في الله كبير، أن يقبل النقد الذي قدم. ومحكمة النقد هي المحكمة الوحيدة صاحبة الاختصاص في أي نزاع يخص قضايا النقابات المهنية عموما، خاصة نقابة المهن التعليمية كما جاء في القانون 79 لسنة 69. وقلت في المرة السابقة أن المادة 830 من القانون الحالي القائم منع فرض الحراسة على النقابات المهنية. والدستور القائم، أنا لم أتحدث عن الدستور السابق، وإن كانت المادة 52 و53 تحدثت عن أنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية. هذا الدستور القائم الآن المادة 77 منعت فرض الحراسة على النقابة. وأنتم الآن أصحاب القرار، والكلمة الأولى والأخيرة لكم في هذا الشأن. أخيرا حتى لا أطيل عليكم، لم نترك نقابتنا تحت أي ظرف. ونجل القضاء ونقول للقضاء: حكمت بقانون أو بغير قانون فنحن معك وضدك بالقانون أيضا. الاستشكال يوم 17 يونيو الجاي بعد 10 أيام من الآن، وهو مقدم في محينة، والنقد قد مليون، ونحن معهم بالقانون. وإن كانت انتخابات فأيضا لن نترك مواقعنا إلا بالانتخابات الحرة النزيهة وبإشراف قضائي كامل. أقسم بالله العظيم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني المبجلين المكرمين أعضاء مجلس النقابة العامة، أنه لا مطمع لنا فيها ولا حرصا عليها غير حمل الأمانة وأداء الرسالة. وسنبقى ما بقي فينا نفس وصرنا أحياء، لن نتركها لغيرنا، ونبرأ إلى الله عز وجل من هؤلاء الذين تقدموا بطلب لفرض الحراسة. نأسف أن يكونوا من المعلمين. نحن على الحق ثابتون بإذن الله، صامدون بإذن الله، وسنجاهد من أجل نقابتنا ومن أجل مصرنا، وستصبح مصر حرة وتبقى حرة وتبقى قائدة. عاشت مصر حرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yes, but don't get out of my heart.
عائلتنا حضراتكم، مع عائلتنا حضراتكم، ممنوع التدخل في اي عمل سياسي. نحن هنا نقابة المهن التعليمية. بعد اذن حضراتكم، بعد اذن حضراتكم، بعد اذن حضراتكم، لن نسمح لاي شخص ان يفسد الجمعية العمومية ايا كان. لا دخل لنقابة المهن التعليمية في أي عمل سياسي. وإن كان من أهداف نقابة المهن التعليمية الجانب القومي، فدورنا كنقابة المهن التعليمية وكأعضاء جمعية عمومية لحشد وتعبئة أعضاء نقابة المهن التعليمية اللي هم المعلمين في اتجاه تحقيق الأهداف القومية لمصر. فأرجو من حضراتكم إن مفيش حد لن نسمح لأي أحد إن هو يفسد علينا الجمعية العمومية. نستكمل مع حضراتكم بعد إذن حضراتكم. أؤكد بعد إذن، اتفضل أسمعيني بعد إذن حضراتكم. نؤكد على ما أكد عليه الأستاذ محمد محمود على احترامنا لأحكام القضاء. بالنسبة للحكم الصادر في 31/3/2014 بفرض الحراسة والمستشكل عليه ويوقف التنفيذ حتى يوم 17/6 الجاي، فبنؤكد على احترام القضاء. ولنا مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى، صدور الحكم من محكمة غير مختصة، وهي الأمور المستعجلة. المحكمة المختصة في الفصل في الدعاوى لنقابة المهن التعليمية هي محكمة النقد. الجزئية الثانية اللي نحب ان حضراتكم تعلموها، ان غياب عضو اليمين للقاضي الذي اصدر القرار قانونا ان هو يمد اجل الحكم، ومع ذلك اصدر الحكم، لان من حضر المرافعة فعليه ان يحضر القرار. الجزئية الثانية، رافعي الدعوة ليسوا من أعضاء الجمعية العمومية لكي تفرض الحراسة. أيضا الحكم فيه مخالفة صريحة للدستور، وخاصة في المادة 77. صدور الحكم استند سيادة المستشار القاضي على مجموعة من الأشياء نوضحها كالتالي. استند للمادة 8 من قانون 100 لسنة 93 الذي قضي بعدم دستوريته في 8/1/2011. أيضا صورة ضوئية لفاكس مزعوم مزور من نقيب الفيوم إلى النقابة العامة، وجحد في هذه الصورة وطعن في تزويرها. وعندما طلب تقديم الأصل لهذا الفاكس من رافع الدعوى لم يقدموا الأصل. أيضا تم تقديم صورة رسمية من حسابات النقابة العامة عن شهور 7 و8 و9 و10 و11 و12 إلى نهاية عام 2013، وبفضل الله عز وجل لا توجد أي مخالفة مالية. وقلنا لحضراتكم قبل كده إن مباحث الأموال العامة زارت النقابة العامة والنقابات الفرعية أكثر من 12 مرة، وبفضل الله لم يوجد أي مخالفة مالية، أو مجلس النقابة لم يوجه من مباحث الأموال العامة لوجود أي مخالفات. أيضا حكم محكمة القضاء الإداري
تنفيذ قرار المحافظ في الفيوم، هذا ايضا يضحض الفاكسات المزوره المقدمه من رافع الدعوه. معنى فرض الحراسه يعني عشان تفرض الحراسه حتى بعد الحكم، المفروض ان تطلع حاجه اسمها صيغه تنفيذيه، والصيغه التنفيذيه دي سهل انها تطلع على فكره، يعني ممكن تطلع ثاني يوم او ثالث يوم او كده. بس مش معنى وجود الصيغه التنفيذيه ان هو ينفذ. المفروض ان هو بيقدم الصيغه التنفيذيه الى قاضي التنفيذ في المحكمه، وتدخل في حاجه مماثله لقضيه اخرى، ثم يخاطب قاضي التنفيذ الجهات المعنيه زي وزاره الداخليه لتضع خطه تامين وخطه تنفيذ وخطه كذا وكل الجهات التنفيذيه، وعندما ترد بجزئياتها على ذلك سواء نقابه المهن لوزاره الداخليه او غيرها من الوزارات، بعد كده بيصدر قرار بموضوع التنفيذ، وهذا يكلف النقابه من 6-7 مليون جنيه. الجزئيه الثانيه، معنى فرض الحراسه هو تجميد النشاط النقابي. من المعلمين المعينين سيبذل الجهد لحضراتكم كمنتخبين ويستشعر المسؤوليه والامانه ان هو منتخب من المعلمين، وسيحاسبه المعلمين وسيحاسبه من قبلهم الله عز وجل لتفريطه في هذه الامانه او اداء هذه الامانه حق الاداء. ايضا معنى فرض الحراسه فتح ابواب الفساد سواء في النقابه العامه او النقابات الفرعيه او اللجان النقابيه. وايضا اهم نقطه اهدار اراده المعلمين. 2 مليون معلم تهدر ارادتهم بفرض الحراسه. والنقطه المرتبطه بيها هي اهانه للمجالس المنتخبه اللي هي حضراتكم واحنا في النقابه العامه، ان تفرض الحراسه على مجالس منتخبه تحت اشراف قضائي كامل لاول مره في تاريخ النقابه. وعلى فكره بعد ما حضراتكم جيتوا في نقابه المهن التعليميه عام 2011 سمعنا كتير كلمه لاول مره في نقابه المهن التعليميه. ايضا من السلبيات لفرض الحراسه اهدار اموال المعلمين، وايضا عدم المطالبه بحقوق المعلمين وعدم تلبيه طموحات وامال المعلمين. والجزئيه الاخيره ان اناس ليسوا بمعلمين يديروا شان المعلمين ويديروا نقابه المعلمين. وقانونا لا تقضى ولا تنهى الحراسه ولا تلغى الا رضاء او قضاء. يعني ما بنيجي نلغي الحراسه قضاء من خلال المحكمه او رضا، ليه بتفرض الحراسه؟ لحاجتين، ان يكون هناك تقارير موثقه من جهات كالجهاز المركزي للمحاسبات توضح ان هناك اهدار اموال عامه واموال المعلمين وفساد في نقابه المعلمين، وبالتالي ترفع القضيه من الجمعيه العموميه اللي هي حضراتكم فيقضى بفرض الحراسه حتى يفصل في هذا النزاع. الجزئيه الثانيه، ان يكون هناك شركاء متشاكسون، يعني الجمعيه العموميه لنقابه المهن التعليميه مختلفه اختلاف لا يصلح هذا الخلاف ويصل الى اثار سلبيه لا يمكن تداركها، او ان النقابه العامه بتعطل اموال المعاشات وغيرها من اعمال النقابه بالنسبه لحضراتكم كجمعيه عامه وجمعيه عموميه لنقابه المهن التعليميه. وبالتالي من حق حضراتكم ان ترضوا بفرض الحراسه، ومن حق حضراتكم ان تنهوا فرض الحراسه حتى مع صدور الحكم، لانكم الجهه الوحيده المختصه واصحاب المال الممثلين عن عموم المعلمين. وبالتالي عندنا هنا قرار، يعني نرجو حضراتكم نشوف اللي موافق عليه واللي يرفضه، ان الجمعيه العموميه لنقابه المهن التعليميه تجدد الثقه في مجلسها المنتخب
وتقرر إنهاء الحراسة على النقابة رضاءً، وهي صاحبة الاختصاص الوحيد المفروض بالحكم رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة والمؤيد استئنافياً بجلسة 3/6/2014. تاني القرار، الجمعية العمومية للمهن التعليمية تجدد الثقة في مجلسها المنتخب وتقرر إنهاء الحراسة على النقابة رضاءً، وهي صاحبة الاختصاص الوحيد المفروض بالحكم رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة والمؤيد استئنافياً بجلسة 3/6/2014 من الدائرة الثالثة لمحكمة مستعجل مستأنف القاهرة، الموافق على هذا القرار فليتفضل برفع يده. موافقة تجاهل.